فالزمالك ادى بشكل كويس. وده يخليني اسالك كابتن فاروق كمان، شيكابالا تعرض لبعض الانتقادات بعد مباراه الذهاب، وفي بعض الناس قال لك خلاص شيكابالا ممكن ياخد قرار بالاعتزال، شيكابالا ادى كتير لنادي الزمالك، ممكن في لعيبه دلوقتي شال المسؤوليه افضل. كنت لسه بتكلم على نقطه شيكابالا دي وازاي يتم التعامل معاه في الزمالك دلوقتي يا كابتن فاروق. اللي زي شيكابالا اللعيبه الكبيره دي ما تتحطش تحت حته ان انت تقيمها، شيكابالا لما بيكون فايق بيكسبك. مباريات كتيره السنه دي والفرق في اسوء حالاتها وكان بيكسبك. صحيح. فما بتكلم على لعيب كبير لازم بديله وضعه، وحتى لو هو مش هيلعب اتكلم معاه ان انت مش هتلعب، لو انت مش هتلعب او اقول ان انت مصاب او عيان او بتاع، لازم يبقى في شيء الاحترام. اللعيب ده يعني لعيب كبير واسم كبير في تاريخ نادي الزمالك يعني. صحيح. فلازم الواحد يتعامل معاه بشيء من الاحترام. شيكابالا عنده استعداد وفت ان هو يلعب سواء مش هيبدا حتى لو قعد على الدكه فهو شيكابالا، لكن ما نقدرش نقول ان مثلا انا بقول الفرقه وشيكابالا بره الفرقه، لازم يكون في عذر. صحيح. يعني شيكابالا اللعيبه كلها بتتعلم من شيكابالا وبتبص على شيكابالا وجماهيريته وشعبيته والناس وقد ايه هو في الاعلام بشكل كويس. فاحنا لازم نعمل 50 واحد شيكابالا، لكن ما نجيش على الكبير ونحن نقعد نقول يلعب ما يبداش يبدا، لا هو لو مش هيلعب هيقعد على الدكه، لان هو انت ممكن تحتاجه يعني، ممكن تحتاجه في اي وقت بينزل ويكسبك ويقول لك بعد الدقيقه 50 60 ينزل يكسبك. فنحافظ دايما على النجم، النجم ده بيبقى يعني حاجه مهمه جدا في الفرقه، ان هو بيدي اللعيبه دافع معنوي ونفسي ويشجعهم ان هم يكسبوا. فلازم يعني كلنا بنقدر وما ننساش كبالة يعني، لازم بربك ده لعيب كبير لازم يبقى له وضعه، وان كان مصاب ان شاء الله ربنا يشفيه ويرجع الملعب بسرعه ان شاء الله. صحيح. كابتن الكبير كابتن فاروق جعفر، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، والف مليون مبروك مره اخرى.